بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا نبينا مولانا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. النهاردة إن شاء الله هنتكلم عن حاجة مهمة جدا اسمها الديل ستيتمنت. إيه الديل ستيتمنت؟ الديل ستيتمنت هي جمل الحذف، إن أنا إزاي أحذف فاريبل عندي في الكود، إزاي أحذف عنصر معين في الليست، إزاي أحذف سيكونس مجموعة عناصر جوه الليست. أول حاجة لو أنا عندي فاريبل مثلا اسمه النيم، ده بيساوي عبده، تمام، وبعد كده عملت عليه شوية عمليات، بعد كده لقيت نفسي انا مش محتاجه، بقول ديل للنيم كنترول اف 5. لو جيت قلت برنت للنيم هيديني ايرور، يقول ان مفيش متغير اسمه نيم. نيم ايرور، نيم نيم از نوت ديفاين. طيب ده لو عايز احذف متغير واحد بس. طب لو انا عندي ليست مثلا ليست 1 بتساوي وفيها مجموعه من العناصر، تمام، وعايز احذف عنصر باندكس معين، اقول ديل الليست 1 اوف الكذا، لانها 0 1 2 3، عايز احذف مثلا الاربعه 0 1 2 3، يبقى الاندكس اوف 3. برنت ليست 1، طبعا عشان النيم احنا حاذفين النيم، واحد اتنين تلاتة خمسة تمانية، حذف الأربعة. طيب لو عايز أحذف في رينج معين، يعني مثلا من أول إندكس زيرو لحد مثلا إندكس اتنين، بقول كده ديل من الزيرو لحد الاتنين، يبقى حذف زيرو واحد اتنين من أول الزيرو لحد الاتنين، الاتنين ما بياخدهاش معاه، يعني زيرو واحد زيرو واحد وعند الاتنين بيقف، ما بياخدش الاتنين، يعني يبقى يحذف الواحد ويحذف الاتنين ويسيب التلاتة. في برضو حاجة لو عايز احذف كل الاري او كل لسه خليها فاضية، تبقى بالشكل ده ديل ليست 1 والنقطتين اللي فوق بعض بس، كنترول اف 5، طبع لي الليست فاضية، دي اللي هي بتساوي الليست 1 دوت كلير. دي استخدام الديل ستيتمنت. درس النهارده كان سهل وبسيط، نشوفكم ان شاء الله في الدرس الجاي. شكرا.